انا الاسم ديالي مع حسين عبد العزيز كلسكون بزنقة مقبرة الاسرائيلية الزنقة واحد رقم تلاربعين جيت على غفلة لقيت الام ديالي ناعسه ليا في الفراش ما كاين تا واحد معاها ما, ما كاين لأخ لا اخت لا اخ لا عائلة لا والو جيت لقيتها بحال هكا في هاد الحالة وانا الحالة ديالي بانه هو كتشوفو اليدين ديالي مشاو ليا في النجارة المدخول الشهري ما كاينش جيت لقيت على الفلاش ديالها عيت مع الجزائر في السبيطار كما شتو الحالات ديال الحالات ديال الاطباء وما هما كم كما كتشوفوا فيهم ديال السكانيرات ولا كشي ولكن المدخول الشهري باش غادي نقوم بهاد الام ديالي انايا ما كاينش عندي المدخول الشهري ديالي انايا بانه غادي نقوم بهاد السيده هادي اللي هي الام ديالي ما كاينش عندي اتصل بيا واحد السيد على الهاتف اتصل بيا هو انا جيت عنده جيت باش نشوفها نشوف قال لي راه سويرتي واش تلقاها ولا ما تلقاها داك النهار اللي ترفع الحجر الصحي انا ركبت جيت كنلقى الحاله كما كيعلموا عليها كاع الناس كتشوفوا فيها قدامكم راه هي صحيحه ما خليتها أنا يا لباس عليها صحتها ما خاصها حتى شي حاجه ديما كندوي معاها في التليفون ديما كنشوفها نشوفها ما عمرني ما عليها شي حاجه لي غير اللي هي غدرها كاينين غير الجيره اللي ساكنين معانا هاد الجيلة اللي ساكنين معنا الله يجزيهم بخير هما اللي مقابلينها هما اللي حد الان هما اللي كيبدلوا ليكوش لي كوش ديالها هما اللي كيبدلوا لي هما اللي كلشي بعد النوبات انا كنخرج لبغي واخا ندير عا شي حاجه اللي غنصور فيها بعدا من نمشي نخدم غارديان مع شي واحد ولا هادي وكنجي بحال هادي كنخدم بالليل الصباح و خصني نجي للداهيه للسبيطار بيطار نبقى انا ويا بهاد المشاكل بحال هكا كما كتشوفوا بعينيكم راه اللي عطى الله راه هو هذا ما عندي ما غادي شي حاجه لا نخبيها ولا غادي تكون زايده ولا ناقصه ما عندي ما ندير بان عندي الام ديالي هي اهم حاجه خصنا اللي ساعدنا عليها هي اللي ما تقبلت هي ما بغاتش مشات ريحات معايا واحد 3 ايام ولا مع 4 ايام وقفات لي وقفه وحده قالت لي والو نمشي لداري وصافي انا عندي استفاده قالت لي في الدار خصني نمشي لبريك في داري ولديرو الاستفاده ديالها من ناحيه السكن زعما قالوا بانهم هاد الناس اللي الديور ديالهم داعيه للسقوط غادي يستافدو شي استفاده ديال السكن الاقتصادي المرض اللي عند الام ديالي هو عندها واحد الكيس في الوالده ديالها وعندها كيس اخر يلا طالعنا عليه غير هادي تبات تقريبا واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام في الصدر ديالها دابا انا وليت حاير ما بقيت عارف واش غادي نديرو عمليه على الصدر ولا غنديرو عمليه اللي عندها في الوالده قالك عمليه سهله ولكني قالك بالنسبه لهذا ديال الصدر ديالها يلا اليوم باش خديت لها ال... يلا خديت السكانير ديالها باقي الطبيب ما شافش وكل زازي داك الطبيب تا هو زعما واحد السيد وقف معايا الله عم عمراته كانوا عند باش كانت كتخلص الكرا انا كنت ديجا بعدا ملي كنت كنجي عندها انا كنشوفهم اه جبداتهم ليا واحد النهار وشفتهم ولكن دابا هاد الساعه ملي جيت بغي كنلقى كنجمع في الدنيا وكنشوف داكشي واش الوراق كاينين ما لقيت عندها حتى شي ورقه سولتها كدير لي غير بيدها بحال كوية فلوس كانوا تحت راسها وتهزو لها قضيت هضري معاهم واحد شويه ما بقاش عندها الجهد ديال الهضره باش رسالتي للمحسنين هم يساعدوني على السيدة هادي باش نكون معاها انا لا الغالب الله ما كنش عندي فين غير نمشي ولا الاحساس ديالي يكون كان براني وما نقدرش نسمح فيه الا شفتو الحالة رسالة للوجه المحسنين هو اللي كي كيشوف الحالة بحال كل واحد بس ما خالطه الله الا كتب الله عمر طويل راه تلقاه بغاه الله ما عندي ما